تعالوا احكي لكم حكايه. اعرف بنوته شعرها كيرلي من وهي صغيره كانوا بيتنمروا عليها، كارته شيتا سلك مواعين كانت على طول بتلم شعرها او بتفرده بالمكوى وبتخاف يجي عليه ميه او تنزل بحر او حتى المطر يبل وترجع تتشاف تاني بشعرها اللي مش مقبول، لحد ما قررت ان الموضوع ده مش هيكتفها تاني وانها تتبسط حتى لو هيتقال عليها ان هي مش حلوه. وبعد وقت بقى الكل يقول لها شعرك حلو قوي، ده طالع موضه، ده مخليكي مختلفه ومميزه. بكل بساطه اكتر الناس اللي شفتهم جذابين في حياتي هم الناس اللي بيعرفوا يستمتعوا بنقطه ضعفه ومتصالحين معاها، مش بيخبوها ولا بيظهروا بعكسها. وهنا يظهر معنى انهم عايشين على طبيعته، اللي بنقوله بنصدقه واللي بنصدقه بنعيشه. المهم ما تسمحيش لحد او حتى لنفسك تقنعك انك مش كفايه. مش لازم لما الناس تشوفنا تحبنا، لكن المهم لما تشوفي انت نفسك في المرايه تحبيها. لو بتمري بموقف زي ده كلمينا واحنا بكل بساطه هنساعدك.